السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العليم من مدونة بيتكوين العرب. في هذه الحلقة سأتطرق إلى موضوع حصري خاص بمدونة بيتكوين العرب بطبيعة الحال. في هذه الحلقة سأتطرق كما قلت إلى كيفية إنشاء أو أهم الخطوات لإنشاء موقع لتوزيع البيتكوين، ليس بالمعنى الصح بهذا المعنى الصحيح، إنما الصنبور أو كما نشاهده على الشاشة مثل هذه فاكولتي الصنبور الخاص بالبيتكوين، حيث أنه تقوم بإنشاء موقع خاص بك من هذا النوع. أولا، قبل إنشاء هذا الموقع من هذا النوع، لنتطرق أو لنقل ما أهم ما الاستفادة من القيام بهذا الموقع. بطبيعة الحال، دخولك أنت إلى هذا الموقع ووضع عنوانك الخاص بالمحفظة لتحصل على بيتكوين منه مجانا لا يعني ب100% أنه يعطيك أنت هذا البيتكوين مجانا فقط، لأنه بدخولك إلى موقع يحصل على زيارة، وبحصوله على زيارة يحصل على فرصة للضغط على إعلانات الأدسنس، ما يعني أنه يستفيد منك من بدخولك إلى الموقع من خلال إعلانات أدسنس، أي ما يعني أنه من خلال الحصول على المال من الأدسنس يستطيع شراء البيتكوين، والبيتكوين يقوم بتوزيعه إلى الزوار، يعني أنه يقوم بربح نصفي مع الزوار، يعني أنه من خلال ربح من الموقع يقوم بتوزيع نسبة من الأرباح على الزوار الذين يدخلون إليه يوميا وبشكل يعني طويل، يعني أن يكون لدي زائر بالخصوص كل 10 دقائق يدخل وزوار كثر، فيعني أن فرصة الضغط على إعلانات أدسنس كبيرة جدا ويحصل على أرباح كبيرة على أدسنس. وأيضا لتنشئ أنت بنفسك هذا النوع من المواقع، ما عليك إلا اتباع هذه الخطوات التي سأشرحها لك، ومن خلاله يمكنك أن تقوم بإنشاء هذا الموقع. أولا، بعد الدخول إلى الموقع تجدون أسفل الفيديو الرابط لتحميل السكريبت الخاص بهذه المواقع. وأيضا لابد أن تكون لك دراية في هذه الأمور الخاصة بالمواقع، أي أنه يجب أن تملك استضافة خاصة بك ورابط لتحصل ليكون لديك موقع خاص بك، يعني الرابط والاستضافة. لن أشرح كيفية الحصول على الاستضافة أو كيفية ربط الاستضافة مع الدومين أو ما إلى ذلك، هذه الأمور لن أتطرق إليها، فقط سأتطرق إلى كيفية تثبيت هذا السكريبت، وأيضا الدخول إليه ولنرى ما يوجد داخل هذه المواقع. على بركة الله. أولا، بعد تحميل السكريبت من هنا، بعد الضغط ونضغط على انستالي ناو، من هنا تقوم بتحميل السكريبت. بعد تحميل السكريبت ووضعه على استضافتك على السيرفر الخاص بك أو الاستضافة الخاصة بك، تضع عليه يعني الملفات الخاصة بالسيرفر. كمثال، أنا سأطبق هذا المثال على السيرفر المحلي الخاص بي. وبعد أن تقوم كما قلت سابقا بتحميل السيرفر كما السكريبت، تضعه على المحفظة، سيف تضعه على الاستضافة الخاصة بك. بعدها اتجه إلى الرابط الخاص بك، هنا يكون الرابط الخاص بك، يعني الرابط الدومين الخاص بك، وهنا الملف. إذا وضعت الملفات الموجودة في هذا المجلد مباشرة، يعني ستضع هذا الرابط فقط، يعني الرابط الأساسي الخاص بك. بعد الضغط على الرابط ستجد هذه المعلومات، ما يعني أنه يجب التعديل على بعض الملفات الموجودة في الملف أو السكريبت الخاص بنا، وهو ملف الخاص بكونفيج. ندخل إليه، أضغط إيديت من أجل التعديل. بعد ذلك نقوم بتغيير هذه المعلومات. هنا نضع اليوزر نيم
الخاص بك، وكل يوزر نيم خاص به. وإذا كان إذا كانت مساحة مدفوعة ففي الغالب سيكون على، إذا كان مشترك مع الدومين سيكون غالبا مع اسم الدومين الخاص بك. وهنا في الغالب يكون لوكال هوست إذا كانت يعني مساحة مدفوعة من نوع سي بانل وليست مجانية، لأن المجانية لها رابط مختلف كليا عن لوكال هوست. على كل حال هذه الأشياء لن أتطرق إليها بهذه الصورة، فقط سأتطرق إلى داخل ما يوجد في هذه المواقع وكيفية إنشاء أو تثبيت هذا السكريبت. كما قلت هنا نضع، في حالتي أنا أضع اسم أو اليوزر الخاص بي، وهنا الباسورد، وهنا هنا نضع اسم الخاص بقاعدة البيانات، وقاعدة البيانات لم أنشئها بعد، نتجه لإنشاء قاعدة البيانات، نضغط هنا، بعد ذلك نضع اسم، نختار نوع الترميز، الترميز الخاص بها. الترميز الذي يتم استخدامه جينيرال، هذا هو الترميز. بعد ذلك كري، نكون قد أنشأنا قاعدة البيانات لهذه السكريبت. بعد ذلك ريفريش لنرى ماذا سيحدث. كما تلاحظ فقد تم الدخول إلى الموقع بنجاح. كما تلاحظ فالموقع أنشأ باسورد خاص بك. للعلم هذا أول دخول لي لهذا السكريبت، يعني لم أدخل إليه من قبل، فعند تحميل السكريبت أردت شرحه معكم على المباشر مباشرة. نضغط هنا، ندخل الباسورد الذي حصلنا عليه سابقا. بهذا نكون قد حصلنا على الباسورد الخاص بنا. هنا تكون الأدمين الخاص بالموقع، يعني جميع أنواع الفاكولتي الخاصة بتلك الصنابير التي توزع البيتكوين هكذا تكون من نوع، بطبيعة الحال من نوع فاكولتي الصنابير. للعلم رسالة الخطأ هذه لن تتواجد إذا كنت على استضافة مدفوعة أو غير مدفوعة، المهم أن تكون استضافة وليست محلية. هذا المشكل حسب الاتصال، يعني يشير أنه لا يمكن الاتصال باتصال خارجي، أنني أملك استضافة محلية كما قلت سابقا. هنا نضع اسم الخاص بموقعنا، مثلا نعطيه العرب كوين مثلا. هنا يتم وضع يعني وصف للموقع، وهنا يجب أن تدخل إلى الموقع الرسمي وتقوم بتشجيع الدخول لتحصل على الـ IPK من أجل تفعيل السكريبت الخاص بك. ندخل إلى الموقع ثم كذا نقوم بإنشاء حساب إذا لم تكن تملك حساب على الموقع. بعد ذلك نضغط sign up، بعد ذلك نملأ المعلومات الخاصة بنا، مثلا ثم سينب. نقوم بإنشاء كري فاكولتي، نضع لها اسم مثلا العرب كوين،
ثم أديت، ثم نختار النوع، أقل ما يمكن يعني إضافته. لابد كما قلت، لابد إضافة شراء البيتكوين وأن تضعه في هذا الموقع من أجل أن تقوم ب يعني لأن جميع التعاملات تمر من خلال هذا الموقع، التعاملات الخاصة بك ليتم التعامل مباشرة من خلال هذا الموقع. ولن تحصل على الـ IP key حتى تقوم بإرسال ما حدده الموقع من البيتكوين إلى حسابك في موقع فاكولت بوكس. هنا نوع العملة بطبيعة الحال التي تريد أن توزعها، أو كما يشاء نوع العملة التي تريد أن تضعها. وهنا المدة التي في كل محاولة لكل شخص، المدة التي تحددها هنا 180 دقيقة كما تلاحظ بالدقيقة. وهنا بطبيعة الحال يعني النسبة المئوية التي سيربحها كل شخص، يعني من شخص آخر ريفلر، هنا الريفلر النسبة المئوية للريفلر. وهنا الثواني التي سيتم يعني عند الضغط على للحصول على تلك المكافأة، الثواني التي تريد أن تضعها. إذا كنت اتركها كما هي، إذا كنت تريد أن تضيف لها ثواني ليتم الانتظار قبل الضغط على الزر للانتظار، فما عليك إلا تغيير هذا الرقم من صفر، وهذا الرقم بالثواني كما قلت سابقا، السكند كما نلاحظ هنا. وهنا من أجل إيقاف من يستعمل أد بلوك كما نلاحظ، فالعديد من الأشخاص يستعملون أد بلوك، ويتم يعني للمعلومات فقط بما أننا نتحدث عن هذه الإضافة، هذه الإضافة تقوم حقا بإنزال أرباح المواقع إلى ليس النصف بل أكثر من النصف كما قلت. وغالبا من يستعمل هذا السكريبت يقوم بتنشيط هذه الخدمة، لأنه كما قلت سابقا أهم ما يستفيد من إنشاء هذه المواقع هو الإعلانات الخاصة بجوجل أدسنس وما إلى ذلك. هنا نتركه كما هي، وهنا نضع هنا يخبرك عن طريقة وضع الأرباح، كما يعني يوضح النسبة المئوية التي ستستطيع الحصول عليها. كما نلاحظ هنا هذه المئة يعني تعني 100 ساتوشي مثلا، 100 ساتوشي يعني نسبة الحصول عليها 90%، و500 ساتوشي تعطيك 10%. مثلا أريد إضافة أرقام أخرى، نضع أديد، نضيف مثلا لنقل 200، وبالتالي فإنني سأقوم بتخفيض هذه النسبة إلى 80%، وهذا أضعه في 5، وهذا مثلا 15. يعني نسبة الحصول على على 500 تساوي 5%، وهذا 15، وهذا 80، ما يعني أنه أغلب الحصول المرات. وفي الغالب ستجد أن من أصحاب هذه المواقع يأخذون نسبة عالية لهذه الأرقام، مثلا هذا يضعون له 90، وفي ما يخص 500 مثلا يضعون نسبة واحدة، يعني منعدمة. يعني حصولك، أسف، حصولك على 500 يعني منعدمة تقريبا، وهذا يضع مثلا 5، نضيف أرقام أخرى كما قلت سابقا، مثلا تضع مثلا 4. وبهذا نكون قد حصلنا على 100%.
يعني أنه في أغلب من يدخل إلى الموقع سيحصل على 100 ساتوشي، فيما تبقى الأشخاص يعني مرة واحدة قد يحصل على 200. كما قلت سابقا يمكنك إضافة أكثر من هذا فقط من هنا، بعد ذلك تضغط على السيف. من هنا قد تكون قد قمت بأهم إعدادات الخاصة بك في الموقع يتم الحصول عليها. هنا يكون الريفلر خاص بك، هنا البيج، هنا لإضافة صفحات خاصة تقوم بإضافة صفحات كما قلت. هنا يعني التوم سلوت أو القالب. سنشاهد من زاوية أخرى، من زاوية أخرى هكذا. كما نلاحظ فقد قمت بتغيير الاسم إلى العرب كوين، وهنا الوصف كما قلت سابقا، وهنا النسب التي وضعتها قبلا. أهم ما يميز هذه المواقع أو الأشياء التي لابد من أو الاستفادة التي تستفيد من هذه المواقع هو حصولك على زوار كثر وربح أكثر من المواقع الإعلانات الأخرى، وتدفع أنت البيتكوين وتحصل على الأموال من أدسنس مثلا أو شركة أخرى، وتدفع بها إلى الزوار الذين تملكهم. يا أحبائي، إلى هنا أنهي هذه الحلقة حول كيفية إنشاء موقع البيتكوين من أجل الحصول على أرباح من أدسنس، وأيضا التعامل بالبيتكوين وأدسنس. أحبائي، إذا كان هناك أي استفسار أو أي مشكل لم تفهم، ما عليك إلى مراسلتي أو وضع تعليق أسفل الفيديو. غير هذا، فنلتقي في حلقة جديدة في أمان الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.